الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. فحدثني جمع من الشيوخ آخرهم شيخنا الشيخ صالح بن عبد الله العصيمي غفر الله له ولهم جميعا، وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل منهم إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن طرائق الرحمة رحمة المدرسين والدارسين بإقرائهم أصول المتون، خاصة متون حديث المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم، ليفوزوا بسعادة العاجل والآجل. وهذا هو المجلس الخامس من مجالس شرح وقراءة كتاب الأربعين النووية في ليلته الخامسة، ضمن سلسلة دروس في الحديث النبوي الشريف، بدءا بكتاب الأربعين وانتهاءا بالسنن والصحيحين. يسر الله الإتمام والإكمال، ورزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير. آمين آمين آمين. الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال: وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعدة وجلت منها القلوب ودرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعدة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. الحديث 28 حديث كسيدة إلى باطنات عن أبي نجيح النجيح أبيه وحلق وريي العرباض ابن سارية أها رضي الله تعالى عنه أسقى الله كرال النغضي. قال: وحير عرباض، وعدنا وحنا وعديي أن عبس قليي رسول الله رسولك الله صلى الله عليه وآله وسلم موعدة وعدي هي عبس قلين أي عبس قليي، ووجلت منها القلوب قلوب تأيات وبغضي خوف هي عبس قلوب تكردي وعدي تكردي، أو ذرفت أي كإلميس منها موعدة وعدي أسقى القلوب العيون إنها أي كإلمين وحلص بوشك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فقلنا وحاني رمركة: يا رسول الله، رسولك الله، كأنها وبعيضة موعدة مودع قف سغوتنا قف دار دارما قف سعدة وعدي سأياد وعدي هذا اللي توي هيا فأوصنا مركا نو دار دارا ووحو النوغتا وحنو الرئيب نبي الله. قال النبي ونحير صلى الله عليه وآله وسلم: أوصيكم حيلين دار دارميا بتقوى الله، الله بقيتان كزاردين دار دارميا وذا لك عبستان عز وجل إيه والسمع مقل إيه والطاعة يلتان إن ورك عاد مقشان أو نياشان، وإن تأمر هايدين مدح نقضى عليكم دشين عبد أدون هايدين مدح نقضى فإنه محيلي من يعش قدك نولاده أو منكم أذنك إذن كمدا بعدي قداشي نولاده فسيرى وحواكد وراء اختلافا اسخلاف اسدبمر اسكهرمات كثيرا أولي بآد إياد أبضل، فعليكم وحل زنتان أتكدكتان بسنتي سنة ذيذ كدك إيه وسنة الخلفاء خلفة يقدم بي سنة ضوضة الراشدين إهانون سنة المهديين إلا هنوني عضوا عليها كد قنينة أو كدك وكدك بالنواجد قوز نبيت كقبتا قوز نبيت كقبتا وإياكم حيث كبه ورتان وإسك إلى لسان إيه ومحدثات الأمور أرمها لسو بيري أو لسو كري الدين تان إله لسو بيري إسك إلى ليا فإن كل بدعة بتعلى أركبة ضلالة وبعدين مويان. رواه حديثك وحوري أبو داود أيا وريي والترمذي إمام الترمذي أيا وريي وقال وحوري الترمذي حديث حسن صحيح. حديثك وحديث سديد لباطنات حكشا كينا يا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إنه صحابة سمر وعدي موعدة إنه سيي موعدة وحل إلى هذا التذكير
بما يلين القلب بما يلين القلب قلب جوح جلعيه دتك ان لو وانيو ايا لي را موعده اما وعدي حين قنيس الله مرك بالترغيب او بالترهيب ان وح محوها نفط اي جعشه او جنة اي كرامات رب سبحانه وتعالى وقاسنا اي عزده لو غارا وناغا ان دتك لو شيك جندي اي درجات كدي اي وناغدي نفط ادب وجعش لا شك فيها انهار من ماء غير آس وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل ثمرات ومغف وهكذا تاتنك سوا دنك ترغيبك جعليسين توا طلبان وترهيبك ترهيبك ويان نينك لا يرهدو ابو طالب والنبي اديركي ساعه الدفاع جري وقفك اهون اهل النار عذابا اهل النار كقف عذاب يا ويان النبي كان وحشه صلى الله عليه واله وسلم الله بدا رئيس مدارته ولغها ان لغا صار دو لبا دبلود نار كديبنا لبدي سمحوا اها مسكح نساء برنيس labadaas dhimbil oo yar oo laga saaray rais madartada ayaa naarta xanuunka iyo khatarta iyo culayska ay leedahay darteed ayaa waxa burneysa labadiis muxuu aha maskaxda sal u burneysa marka hadii naar qofka la galiyo balka warab marka waa tarhiib waa cabsi gali qofka marka tarhiibkaadna wuxuu ku xambaaraya inuu ilaahay subxana wa taala wuxuu jecel yahay maxabtiisa oo la imaado tarhiibkaasi cabsi galintaana waxay keenaysaa wuxuu ilaahay nabi subxana wa taala inuu ka fogaado si uusan ugu dhicin tan uu helo مركا موعدة ثويان الموعدة التذكير بما يلين القلوب مركا مركو النبي وعدي صحابتي وعرنت أيضا قلبي قولي آد وقوب بقي إنهن آد آد ثلنتي أيو إلميين أي وحير النبي الله نو دردار المركا دردار النسي مركا سنبي ونحير صلى الله عليه وسلم حيدين دردار يا الله إلا قبق تقوى الله عز وجل تقوى ده وحاويان وحا لغو شيغا رج أي وحويان تقو نوشة قليل تقوذا نوشة وحيد أبو هريرة إن وياهم في الله رضي الله تعالى عنه مركز هاي وحير ولي جميل قد حام بدن له وآت قد أحد يقو بدن تقولي جام مرت مركز سوير ها محاط سميس مركز أبو حير مرضا كرقاتي كدبنا آت بان أفير صدي وطلابك استماش عن لقى عيانه بصدي مركز حير ساس ويان تقوذا ساس سمي تبت أيضا الدون كان معاصي يذنوب هي محارم على حدود على يا بطكة مرك الدون كان إذا تكسع تساوسع مرك هذا ليس أفيرسو مرك هذا وحمحوها عنيس أفيرسو مرك هذا وحفير نيس أفيرسو مرك هذا وحمحوها وحل إن سميس أدم عدا أفيرسو قف قدح كسع ذن قمرك تقوى تساوية نبي قال مرك التقوى ذا يود الدارمي أي رب ذن حديث بذن ويكور رمان تقوى الله سبحانه وتعالى وحو كحجي النبي قال صلى الله عليه وآله وسلم وكحجي أرنت أيضا السمع والطاعة إن أدوح مقشه وحين أديش قف هدو مر ما لحكو نوضة ولو أدوم هنوضة أدون للي هي هنوضة روايات قروح إليه عبد حبشي أدون حبشية هنوضة مركة أطيع ومقل أيو النبي قال صلى الله عليه وآله وسلم لي اسم قلده وناقة إليه ذهي waad garan kartaan oo cid ka tagtana dibka la kulma waad garan kartaan taasna qodobka labaad kadib nabiga naxariis sallallahu alayhi wa sallam wuxuu sheegay in qofkii umri dheer ilaahay wasii subhanahu wa ta'ala sida annagoo kala hada waqtiga nabiga fatra ayaan moognay wuxuu arki doonaa khilaaf aad u badan iska hor imaad waliba aad u badan hadaba waxaan taagannaa oo wixii umadihii naga horreeyay soo mareen cid lana wada jeedin arkiis musharriq mugharrib mujannib wahakada قف عجلة ورحك صباح ورعودة قل لنكاس وهكذا شتان وما دواك رتجين عدي إسكو لنك وجدي حتى لم إسكو لن وجدي مكرت الله هذا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ووحي لغت المامي قليها قرضا يقليها إله سبحانه وتعالى أن رميسنا لغت المامي ويا مرك اختلاف كاس نقول عدونا النبي صلى الله عليه وسلم وش شيء وفعلا وقع ذلك حتى أنت سعود ينوليهين أي أرنت إذا إدعي خوارج إيه بلايا إيه قليا محوها الروافض إيه أحبرا بها صبحي مركة هدي أرنت عيد عدى مركة نبي نحوي للشيخ صلى الله عليه وآله وسلم حتكو بتبالك ثان سنة دي دي كل دقاء إيه السنة دي الخلفاء الراشدون كو أيها أبو بكر إيه عمر عثماني علي أفرتها سنة دي إيه السنة دي دي وكو الرئيس وإيه رأي كسو عدين كل دقاء
waxaad kuleyba ku qabataa binnawaajid gows dambeedka saa loogu qabto sunnadii ma raashiinba ma wax jirmi laho muxuu ahaa gowska la gelin karaa maya macnaheedu waxa weeyaan meel adag ha inka joogto sunnada weeyaan meel adag lagu qabto saasu nabigana sallallahu alayhi wa sallam noo dardaarmay kadibna wuxuu ku khatimay nabiga sallallahu alayhi wa sallam in la iska ilaaliyo waxa loo xidhiidhinta ilaahay lagu soo biiriyo bid'a maxay yeelay bid'a kasta nabigana wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wa sallam waa baadinimo bid'a kasta waa baadinimo nabiga sallallahu alayhi wa sallam culimadeena qaar ka mid ah raximahumullah bid'adi waxay u qaybiyaan aqsaam waxay leeyihiin bid'atun bid'adi waxay qaadanaysaa axkaamtii bid'a waajiba bid'a sunna bid'a makruuha bid'a waxa way muxarama iyo bid'a mubaxa saas ayay mareen laakiin sida raajix ah saas maaha bid'adu waa muxuu ahaa bid'a marba haddii waxaan bid'a ay noqdaan oo waxa weeyaan bid'a waxay leedahay xuduud xuduudda iyada laga helo bid'a kasta waa baadinimo taraawixdoo kale ay soo deli jireen taraawixda nabigeena sallallahu calayhi waalihi wasalam isaga ayaa la yimid isaga ayaa sameeyey saxaabadii ayaa ay muxuu ahaa iyo isaga ay wada sameeyeen ay wada tukadeen kadibna cumar ibnu khataab radi allahu tacaala anhu ardaa laf tirkiisa ayaa kadibna jideeyey عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين أيضا وأنا لفري وهكذا بدعة مركة وحن إني بدعيه إني بدعيه المحل وقرن كرا وإن جوانب لغفيري جوانب لغفيرنا وحكم ده وحكم ده عددك ترد وحكس تقول ترد انت اللوغو ترداس لغو قيده إلهينا سبحانه وتعالى وسن ترداس حقي سأنك إيمان بالكتاب أما النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكي سأنا كيما أن ترقع أولا إلى روحا والدين لكن ترغس قعون ويان أن كتابي سنة كسو عرورين بدعوية طلبات صفات الله قبنا هبك اللو قدنا عبادة أيضا هذه كتاب أي كسو عرورين سنة أي كسو عرورين كدبنا لو جان قوي سيق قعون أي نوا بدعاء وبدعاء مدك على زمن هذه وحن لو قبت oo la yiraahdo waxaas cibaadada zamankaas la qabanaya zamankaas agana kitaabkii sunnada ayna ku sugnayn ayna waa bidca kadalika in cibaadada lagu qabto makaan muayyana boos lagu qabto booska isaga ahna kitaabkii sunnada mid ka mid uusan ku soo aroorin ayna waa bidca marka macaalimta laga fiiriyo waxaan ma bidca mise bidca ma ahan iyo muxuu ahaa turbiinka lagu fiiriyo oo lagu ogaado waxa ma bidca mise bidca ma ahan waxa ka mid ah macaalimta afarta ka mid ah iyo geyriha علماء الشيخين رحمهم الله الحديث 29 حديث سقائي اللباتنات عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من عن النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون حتى بلغ يعملون طبعا الآية ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح الحديث 29 حديث سقال إلى باتنات عن معاذ بن جبل وحالق وريي رضي الله تعالى عنه صحابة علماء ذلك من ذا ساهر أشاقني قالوا في معاذ قلت حالي يا رسول الله زورك الله أخبرني بل إقوارا بعمل عمل أو يدخلني إقليه الجنة جنة إقليه نبي الله إيشك
oo yubaacidni can innaari naarta allana iga fogooyay ii sheeg nabi allow waa su-aashii maanta aan nabigeena weydiin lahayn calayhi salatu wasalaam sida dhabta waa su-aashii maanta aan weydiin la nabi allow camal janno isiiyo oon janno ku gala oo naarna ugu badbaaday ii sheeg waa adoo weydiinaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam qaala nabigeena wuxuu yihi sala allahu calayhi waalihi wasalam laqad sa'alta waxaad weydiisay can cadiimin shay aada u weyn baad iweydiisay wa innahu shayga isaga ahna la yasiirun waa wax aada u fudud calaa man qof ayuu u fududyahay ama duul ayuu u fudud yahay oo yasarahu allahu tacaala calayhi ilaahay uu yasiray aada buu u fudud qofka ilaahay uu yasiro aada buu ugu fudud yahay tacbudu allaha ilaahay baad caabudaysaa laa tushriku bihi shayan waxba lama wadaajinaysa cibaado kasta oo towxiidka ugu horeeyo allah imaanaysaa cidna rabbi lama wadaajinaya subxaanahu watacaala laa riyaa-an walaa sumcatan walaa talaba maxmadatin wamaa ilaa dalik walaa ilaa dalik wax haba yaraatay istutus iyo ha lagaa sheegay ha lagaa arkay iyo ha lagugu ammaanay iyo ha lagugu muxuu ahaa korqaaday iyo baabkaas xaggaa iska dhigaysaa sidiisaba wax ay kuu birin lama arka wa tuqiimu asalaata salaada waad ogaysaa tusalli maa tuqiim asalaa khushuucaha rukuucaha arkaanaha sujuudaha tumaaniinataha tabkiiraha alxirsu calayha tacalluqu lqalbi biha kullu dalika allah imaanaysa wa tu'ti zakaata zakada ayaad bixinaysaa adoo weliba ku faraxsanaad bixinaysaa والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون وتصوم رمضان بشر رمضان وتسميسا وتحج البيت بيت الله نواد قد قز ديسا ثم قال وحير نبي صلى الله عليه وآله وسلم انت مركات مقش كذب ألا أدلك مكت سياه أو فرط مكوسارة على أبواب الخير خيرك الباب هيسا مكوكلة الماما أو ميلها يكون يلار مكت سا هالكاس 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 مكتها نعم قلت وحنا يا بلى يا رسول الله رسولك الله ايشك بلى ذا ونعم اولي بزياده الى جرت ايشك او زياده لا جرت ويان قال وحو يري راس الامر دين تن مدخيده الاسلام واسلامنا اسلامنا وان سو مرنا وحيتا وعموده تير دحات كيس ادب دحات كتير كو اهنا وسا او تاغن هينا الصلاه وصلاه ويان وذروه سلامه كرس كيس دوك اسري نعم وان كبودي ميا نعم عفوا جزاكم الله خيرا ثم قال وحير الا ادلك مكتسيا على ابواب الخير خيرك البابي زي مكتسيا الصوم صومك جنه وغاشان وحو غاشان كاغا يحي دفاعو كاغا يحي نارته الله سبحانه وتعالى اي ذنوبتي عقوبتي كرت ملاي ايو كاغا يحي غاشان والصدقه صدقه تطفئ وحي بختيسا وحي دمسا الخطيئة جففك أي دمسة جففك ودب وذنبي ووحرة تطفئ الخطيئة جففك أي بختيسة كما يطفئ الماء بيها سيد الدميه أضب بختيه النار نار تسيدي محوها دبها دي بي اللي وشبه سيد بيها أي دبك أي بختيان أو دبك أو دمه أي صدق ذنا أي وحي بختيسة ذنوبته يجففك لقلب وصلاة الرجل قفك سلاديس الرجل أي النبي صلى الله عليه وسلم لكن قفك مسلم قال الرجل وصلاة الرجل قفك مؤمنك أو مسلمك سلاديس أو في جوف الليل هابينك قدهيس إي علوشيس أودك ذنا وصلاديس ونضع هين أينا تطفئ الخطيئة أي ذنا قففك أي بختيسة فحيكو عطفنت هاي صدق ذي ثم أنت كذب تلا النبي نوح أخري صلى الله عليه وآله وسلم أيضا أخري تتجافى جنوبهم عن المضاجع تتجافى ويكفغاتي ويكهاجرتي ويككعدي جنوبهم دين عيال كودا دين عيه يدنكي لوكلا ديغاي ويرا ما ميدي كان نوقت ام بيدخ نوقته عن المضاجع مكان جيفكي فراشكي يغوشي اي اي مخا دين عيه هودي اي ويككعدي ويكفغاتي ويان يدعون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم ربي قوت اي توغيان او يبريان خوفا عبسي درتت ii watamaan raja ay rajaynaya jannada alla darteed ayay muxuu ahaa ay jirkooda muxuu ahaa dhinacooda wuxuu ugu kacay firaashada sariirihii khawfan wa tamaa wa mimma razaqnaahum yunfiquun wixii aan ku irsaaqnayna way nafaqayna way bixinayaan falaa taclamu nafsun naf ma garan karta mana ogsoona maa ukhfiya lahum wixii loo qariyey oo loo diyaariyey oo min qurati acyunin ilqabowsia ma garan karto ilaahay wuxuu ku diyaariyey subxaanahu watacaala jannada iyo nacimtaas weyninka badan ma garan kartid
حتى هذه أسماء هذه مقاعي الغوشة قالوا إلى فاكهة ونعص وملب وعانة وفلان وخمر أسماء هذه وذاكم بس لكن معاني ذا إنه عاد بلك لدوين فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين القبوسية جزاء وأبال مرين بما كانوا يعملون وحي أي عمل فلا يندرتت صببتي وناقي أي لا إمادين صببتت أي وحاو إنسان لغا أبال مرين آية داس أيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخري تتجافى جنوبهم عن مضاجع حتى بلغ إلى النبي كقار صلى الله عليه وآله وسلم يعملون انت سيلا وكقار أيها النبي أخري آية داس أن أخرنا ثم انت كتب قال النبي نحبير صلى الله عليه وآله وسلم ألا أخبرك مكوة رما ومكوشة برأس الأمر دين تان ماذا حدا مكوشة ومسكحوة ماذا حدين تان مكوشة إيو عموده تير دحاتك أم أضب دحاتك تين دين تان ومحوان ساوه هيا مكوشة إيو ذروة سنامه كرسك لبرك أسر ريس ماش أسر ريس أما بارك كرسك ماش أسر ريس مكوشة قلت حنا بلها يا رسول الله يو نبي الله إيشك إن إيشك إذا كذا إيشك وإيشك 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 ساسوي معنا قال وحي رأس الأمر دين تان ماذا هذا الإسلام وإسلام وصومر إسلام حيتاي حنا سوشك إيمانك إسلامك إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع نعم وعموده ضبحات كيس أما تير كبرتماء التاجر وصاوا هاينا الصلاة وصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذورة سنامه كرس كيس ماشي وصر رأي كرسك جيلا كرسك ماشي وصر رأي بارك وصر رأي الجهاد وجهادك وجدك على الوجه هذا سبحانه وتعالى وجهادك ربطة وحقة أو مستوفي الشروط شروط ديس السيد وافصدي موانع ديس المحوها ماشي أي كبحضي جدك عادي قال الله يقاني من قاتل من جاء من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ثم انت كذب قال النبي نحير صلى الله عليه وآله وسلم ألا أخبرك مكو خبرة مكو شيغة بملاك ذلك كله انت أردن أنصو شيغني أنكسو ورني أنكو دردارمي أجنة كود وينيس نارتنا قافة وينيس انت عمل وحكو كل منه وكو أرورين كرم وكو شاقة بملاك ذلك كله انتس أنصو شاقة وحد كو حنان كرتو وكو أرورين كرم وكو شاقة نعم قلت حانه يري بلا يا رسول الله رسولك الله إيشك فأخذ النبي وقفت مرك بلساني عرب كيسا وقفت مرك عرب كيسا سقود لك صلى الله عليه وآله وسلم وقال النبي نحير كف عليك هذا وركن اسكرب كف عليك هذا ورمتك مركز اسكقبو اسكا إلالي اسكا إلي اسكا حكمي اسكا حبس ساسو النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلت حانا يا نبي الله يو وإنا أنك لمؤاخذون من ولقبنا بما نتكلم به وحانكو هذلنا وحانكو هذلنا شكرا أن حوها إيو هولها نعوذنا من ولقبنا يا ملبا الوقري والسوء عذابا يا دبا كي ماني فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثكلتك أمك يا معاذ معاذ وهو إذا هكو وإذا وهو إذا هكو بلنتو أو إلا أنه إذا قد على وكلمة كانت تقولها العرب عرب تقفكم مركا يرى سيئون وقتور الروان هذا الكاسر إهجرين معنى هذا هبارك ماهن نبي صلى الله عليه وآله وسلم هبارك ماهن فكيلتك أمك وإذا حق قبل أنت أو إلا أنه قد على يا معاذ معاذ وهل يكب مكرد الناس تتك في النار نارت مكرد على وجوههم وجوجي مكرد أو على مناخرهم أما قرقر مكرد ما قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم عرق وضوحك كسبذين وحان هين ميا كريد وجي وجي إيه السنسن إيه محوان قرقر إيه دم والبا نار تطلح كريد بس وحي أيكو كسبذين وحويان عرق وضو النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيغويا مركا حديث كان وحديث أدوين نبي صلى الله عليه وآله وسلم حنوس أروريي هي أبها قفك وجنة إلهك وقال نارتن وكفوان كرا وانا مطلب كينا وحن رهدين وحسيد ربطة حد قرن إثان انت عن صومر حديثها نبي صلى الله عليه وآله وسلم صحابة سؤال ويدين أيان حديثك الشنات مس أفراد ويانا هذا صحابة أيان نبي حويدين أيان مركا انت أيضا أفر سيدة همي صحابة ما يشوجوه هل أيها كم إذا ما أركيسد ونبي صلى الله عليه وسلم سيدان مالكو هلا ويدينه سيدان أولاد بلانكو هلا ويدينه
sidan waxa wayaan magac ku yeesha waydina markaysa dhamaantood waxay waydinayaan seen ku badbaada ee dardaaran sidan muxuu janno ku heela sidan naar ugu fogaada seen darajo dheer ku heela seen kula saaxiba wa hakada nabiga sallallahu alayhi wa sallam su'aalaha waydin jiray saxaabada soo noocaas ay ahayd hammigooda ee moogtooda hal murugay ahayd marka taayada waxad ka qaadan kartaa saxaabada nabiga sallallahu alayhi wa sallam booska ay joogeen iyo runtii islaamka meesha ka gaareen iyo muddo yar oo kooban rabbi subhanahu wa ta'ala sidoo u makanay adoon aakhiran ilaahi subhanahu wa ta'ala jannat firdaws al'ala usiyay والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه أيها هنا يكره للنقضان وإله يكره للنقضان يكون ليستين ربنا أيها يكره للنقض سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه رقص مركة بوسك وضع بوبس رنتي فضد مأهين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدبو يسر وحي رقفك وربه ياسره أوحاد فضد إلهي بعد عبد إيسا شرك نواسك دور إيسا كدبنا صلاة إيسونكي يزكذي يا حجك الله إيمانيسا ولي بحجك وحكو حرانيا استطاعة يا إنا محوها هذا وادو يالاتو زكادنا إنا المال هاي استطاعي كحران تويان كدبنا ما بيقى بحو شاق أبواب كلا وحوك لو شاقي أبواب كلا أو قفك أتكسي فأي ذكرة صنق السنة آيو كورنا إنو يهي قاشان كائل عليو يدربي يدفاع كائل عليو وحاويان نارت الله سبحانه وتعالى صدقدي وانا قيدو الشاقي صدقدي وانا قيد أيو الشاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم كدبنا قيام الليل كي وانا قوليها ورنتي وليب وح نفطة وح لاقري أين جرن كرين أو إله سبحانه وتعالى خبي أبدا وح بدن وعديك جرن كرين أي قيام الليل كاس يهابين كقف كن يستاجي وما دي مركي وده جيفان وعد سجود أيرتاي وقبو يمحوها درتيس أما بق راح الرادين لا جيفا إن القف ك أنتو بستيس كتورة وليب هردنا أهيس كدم أو بيها قبو كواسيسه كلي جيس محوها وأنتو كسو هصبح مع ريركيس المهيسي إمل قوري محو الله سبحانه وتعالى ومرك الله الله لم نجود الله بري أخذوا أخشوا معناها سمعنا فضت فنتي ماها حيابها قفك إله سبحانه وتعالى كبد باديه مرك فتنت إمادة وحبضا أضطك قلبي قاد نقول لي حيات إمادة حياب خبي أدرس صنك أكل قيام الليل كاس وحيابات أعمالك سرية أي أبو بدن ويان إيه صدقت سرنا أيضا الله ميت كدب النبي صلى الله عليه وآله وسلم دينتي أيو مرك أكل قيب سيد حقيبه قيب مضحى مضحي إيه قيب تيره محوها دينتي كنت عنتاي إيه محوها كرس قيبة وهكذا وحكش كوشة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن دين تمدح هذا ويهي إسلامي ماذا كدي من الصلاة دين أي لفظة بروتهاي جهاد كان ويهي بارك أسر ريا دين تينا دين الله سبحانه وتعالى كدي من النبي صلى الله عليه وسلم حير عماشة صوتا وحدكو هران كرتا عرب كادي ناس كرفت إن عرب كادي لاليس عرب كحيابها لوقود عوا بدين حكم ده بنت وحتى كفتم هنغط النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يكذب النبي قال عليه الصلاه والسلام وكفت من جلك وليس بين مشي جل بنتنا ان قال لك هذا هو مهم ما له بدن بينك سوق شقف حتى قفك انه ورئس كما غلط شيء بين اي نقن انسان كفى بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع انت سكو في لنك بين بينك وفي روح الله واحد ما غشبه صار لها ان ترى كذلك بنت عرب وحياه الذنوب كايما حكمت حنت هو نقطة فاكهة المجالس هدي بوصلة فريت أما علماء النقطة أما عمال النقطة أما وذات على استلاحنا هالنقطة أي أحد إن لحنت أو هبر ساس وهاي نوع صي هاي دباب قليرة وشيء إسك مفتوح نقضي مركا إن عرب كان لا إلاليه ووحد أنت أدل وبهين وإله حدودي سلو إلاليه استجنا وحاول يمشي مناج حقيسا لا لا هذا ما بيقول حش شجع صلى الله عليه وسلم عليه وسلم إن حيابه ومهم سنو أنت سلو هنا كر عرب عنا إسك رورته العرب إلى لسه ويهي معاد أدب ولا يابي النبي الله حليه هي ما عرب وحنا كسمينا نلقبتها مركز النبي صلى الله عليه وسلم حجيري تتك وح كلو نار يكو قلامه ولبس سيفين عدول لي دم وجي وجي إيو دل إياه أول ب نارته صفات كلا دوان وحلاوته ورقفك وعرب وحنا كسبه النبي صلى الله عليه وسلم ساسو الشيء جيا الحديث 30 حديث صدنات عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم ابن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها حديث حسن رواه الدارقطني وغيره الحديث 30 حديث كسودانات عن أبي ثعلبة وحلق ولي ثعلبة أبيه الخشني الريبني خشينها ونسبة لو نسبينا الخشني جرثوم ابن ناشر أها
رضي الله تعالى عنه الله كره لنقضه عن رسول الله رسول قال وحكى وريي أبي ثعلبة صلى الله عليه وسلم قال رسول قال لينو يري إن الله ألا وين تعالى كره هاي فرض وحو واجب يلي فرائض فرض يالا أي إلى ربك واجب يلي فلا تضيعوها ضيعنا هضمننا فلا تضيعوها ضيعنا هضمننا وحد ربك سبحانه وتعالى وحو سهميي حدودا سهم أي سهميي حدود أي سميي فلا تعددوها أحد قدبنا وسميها سهمها يجاها كقدبنا وحرم ربك وحو حرام كدقي أشياء الشيارة وحيابا أي حرام كدقي فلا تنتهكوها قررنا وهجيحنا ومحوها هكو عيارنا وسكت عن أشياء وحيابا أي ربك سبحانه وتعالى كآمسي رحمة لكم نحريس وإذن حريسنا أوجيت أي ربك وآمسي غير نسيان أصغر هلمام فلا تبحثوا عنها هبربارنا وهدب سعاننا وحمحوها قدنا ساسو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لي حديث حسن حديث وحديث حسن رواه حاوري الدارقطني الإمام الدارقطني وغيره أي صوصار حديث وحديث صدنات أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه وحن نبينا كورنا صلى الله عليه وآله وسلم إن ربك واجبي فرائض فرائش أيضا مكة وحكم التوحيدك وفرض إن سيدي واهي الله إيمان وحكمت سلادي وحكمت صنكي وحكمت زكدي وحكمت حجكي وهكذا وحكمت القيام بالقسط والعدل فرائش الله وحكمت محمد بر الوالدين فرائش ربي أفرض يلي آد بأو بذنت مرك إله فرائش وفرض يلي حضيعنا وسيدي ربي أفرض يلي وهلو قلت ساسو نبي الله صلى الله عليه وسلم كدبنا ربي وحوس مي سوهن سوهنتا وحادو استعمال بيروليد والله بدا قفوا لبد بيرت اسكله حاو دخايا ميلير ويسا او سميستان او تقريبا نين كانوا بيرنا قيبتان نين كانوا قيبتان بيرنا سوينتو حكمت هذا بلوديه ده عاديه والله استعماله بلود كان هذا مسجد كو سميسان يحي مسجد اسكله كان كو خيغه مسجد كو مغد بكره مايا صوره قال ماها كان كو دغن مسجد كان صوره قال ما انه سو غدبه مسجد صوره قال ماها مركه حدوده سو رب سبحانه وتعالى جديي او وحو سميي سوهنا سوينت ايضا حوير هالكاف ايضا يلا ضاف حدود اللانا وحاويا انت بدن ومحاريم وحو ربي حرام كدق وحويري انت وايدين بنانتاي لكن هالكاف او طلابنا حدود مركا علماء ان بدن وكمد وحي كفا السران حيابا محارمتا سيدا مشهور كؤات كل ايقان لكن محققين توحي ليهن حدود اللا مأموراتك اي واجباتك اي فرائشا ويسوقلي محرماتك اي نو يسوقلي حدود الله وحدود الله وينقنيا محيي لي إن أد إلى لسو واجباتك ألا ومن المحافظة على حدود الله صلاة صونك وحلمتك إن أد محرماتك كتك ترى ينوى حدود ألا تلك حدود الله فلا تقربوها أو فلا تعتدوها مركا وحويان سيدة لكن منتشر كوآت كله يقان حدود ألا غالبا محارمه أي وحوي الله استعماله ويان حدود داس مركا إلا لحد قدبين أو لسكت أوه أي رب سبحانه وتعالى إذن كرباه ساسو النبي قال صلى الله عليه وآله وسلم كدبنا ربي وحاران ياري وحيابا وحييقا مركا حق أن لجحن يا وحييقا يان لقلن ساسو ويان وحيابا مركا حاجر المسكوت عنه من غير النسيان وإلهي وكعا مصي أولا دين وحاران وحلال حيابا أيقا إلهي ما هي المامن من الموقع لكن نحريز درتاد ربي ويالي أذنك مركا دبسعنا يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسوكم عنها وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم ومدى النبي محمد عليه الصلاة والسلام حاوو دنبي بضن أقوم حواه ومدى أقول لي بضن سوط النبي نشيه صلى الله عليه وآله وسلم قف إنتو وحق ويدي ووقت وحي وسعود دقائي وحاسحون كوذ محوي وحاو محوي وحاو محوي وحاو كدبنا ويحا يقها ومدى وبنانا لقى حاران يالي نين كاسا ومدى دنبي ومدى كقلي نين لمد أمجروين وين دنبي ومدى كقلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مركوير وردده وهلا حاجية حتى إلهي كفرد يالي نبا يستاغ مركز يرى في كل عام يا رسول الله هكذا كذب نبي الله سنطلب من حجنا نبي وكامس صلى الله عليه وسلم مر لباد وهدنا وتاغي مرشد حد مركز النبي وحكم بلا عنان وحير هدي ان نعم له الهي وي واجب له او سند دول بين عجسان ان ربي لها من اودن اي وخي لدين فرون كو كافتوما بربريتان كان يولهنا دبا اردنا
saas uu nabigeena sallallahu alayhi wa alihi wasallam leeyahay weeyaan. Marka su'aasha badan ilaahay wuxuu idiin nacay qiil wa qaal wa kadratu su'aal wa idaacat almaal, saasaa la yidhi, saasaa la sheegay, saasay ahayd, waxaasaa lasoo wariyey, intaa ahayd. Hadda beryahan muxuu ahay social media, hadda qodobkan muxuu ahay adeegsada baraha ay bulshada kuwada xiriirto, Facebook iyo Twitterka iyo WhatsAppka iyo wixii la midka, yacnii wax un la yabad arkaysan. Qiil wa qaal kulley wax ugu badan ma lahaa qofki marka waxaa daba socda uu rafaadayaa maanta 2500 shay waxyaabaha noola nacay weyaan oo noola diiday. Wakadrat su'aal iyo su'aal weydiin waxaa maxay yihiin, maxay yihiin, maxay yihiin, had arkaysaa mas'ala nin sheekha la weydiinaya. Marka la weydiiyo waa nin caalim ho la yaqaan, su'aashii sidii ay ahayd oo u yaqaaniyaad ugu jawaabaya. Booskii isaga habeenka dambe waxaa soo fariisanaya sheekh kale nafsa su'aal inuu qofka weydiiya laga yaabaa muraaqbu soo qoro ama uu ninka lila waraa xaliya weydii bal adiga ku fiiri sidii ugu jawaabaya ku kala imaadi. Markaasaa ma'khad yar kadibna meesha waxaa ka dhici ishkaal. Kadrad su'aalka macnaha aan lahayn ay ka mid oon faa'iido lahayn oo laisu diiday xuunkan haddii marba la sheego oo la cadeeyo in faraha lagala baxa oo sidii loo daayo ayaa haboon, haddiiba dee khilaaf iyo culays iyo howlo kale ayna jirin. Ta iyada waxaa weeye albaxd can arukhas, in qofku uu muxuu ahay tarakhuski iyo waxyaabahan qiil raadinta, baabkaas waa la yaqaanaa. Sheekh inuu jecel yahayna qiil ma waaye soomaalida dhihi jireen. Marka baabka isaga waa baab runtii dhib badan, kadarta su'aal iyo idaacat almaal, maalka in la dayaco oo la iskaga ciyaaro oo ta iyadna baabka isaga baab loo baahan yahay ma ahan. Waxyaabaha laisu diiday ka mid tahay weeyaan. Xadiidka asna waa xadiid uu wariyey alimaam addaarqutni wagayruhu. الحديث الحادي والثلاثون حديث كوي صدنات عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. الحديث الحادي والثلاثون حديث كوي صدنات عن أبي العباس وحال لغوري عباس أبيس سهل ابن سعد الساعدي. سهل ابن سعد الساعدي رقى مؤرخين تا حيشيقيا آخر صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم موتا ورقى فقرة وحوها مهاجرين تا رقى فقرة صحابة وها عفوا. مركز سهل ابن سعد wuxuu ahaa raggii ilaahay subxaanahu wa ta'ala umar dheer uu siiyay oo raggii u dambeeyay geerida, xagga geerida marka la yiraahdo saxaabada nabiga sallallahu alayhi wa sallam ayuu ahay weeyaan. Wuxuu leeyahay nabiga intuu mar u yimid nabigaan weydiistay ilaahay sallallahu alayhi wa sallam wa ataani, mar labaadan weydiistay wa ataani, mar saddexaadan weydiistay wa ataani. Markaasaa kadib nabiga sallallahu alayhi wa sallam wax weydiinta xumaatada ay leedahay ayaa nabigu u sheegay sallallahu alayhi wa sallam. Markii dambe wuxuu ka mid ahaa rag saxaabada nabigeena ka mid sallallahu alayhi wa sallam oo haddii ay faras saaran yihiin, faraska asaga haddii aad ka dhaca wax un ul iyo waxay ilu kaga dhacaan oo faraskana dee fuulitaankiisa ama shaqayn ay ku jirtaa laga yaabaa ama meel leeray saaran yihiin oo qofna uma ishtaagan yahay hebel oo iisoo dhiib aan dhihi jirnay ahayen oo su'aasha saas ugu istaago ay ahayen radi allahu tacala anhu. Fadal sheekh. حديثك الحديث الحادي والثلاثون حديثك ويسودنات أنا بالعباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. الحديث الحادي والثلاثون حديثك ويسودنات عن أبي العباس وحال لغوري عباس أبيه سهل بن سعد أها الساعدي رضي الله عنه قال وحير جاء رجل نبأ يمد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال وحير يا رسول الله يوم دلني إتسي أو إيشك أو إتلمام على عمل
عمل أو إذا عملته هدي أن قبته يشق هدي أن قبته أحبني الله الله يجعلنا وأحبني الناس ودت كان يجعلنا ين. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا أدونك كزاهد وأدونك كزاهد يحبك الله ربي وكجعلنا سبحانه وتعالى وازهد كفر وكزاهد فيما عند الناس دتك أكثر ذبح عادنا كزاهد أو كذيرو أو ككافتون وكذيقتون يحبك الناس دتك يا كجعلنا ين. حديث حسن حديثك وحديث حسنة رواه ابن ماجه ياوريي في سننه طبعا وغيره بأسانيد حسنة سند يلا آد ونكسن وحسنة أي وحويين قوريين ويان. حديث كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحلا ويدينا يا الله بشيء هل شيء ربها نهي النبي الله وإنا إشكته وربي قال ربي قال يوجه على هذا خلق جيسنا يوجه على هذا هدي ربي إنه يوجه على دوني زيد الدون كان إسرائيل الدون كان أنت كفاية وكفلا كقاضي ساسو النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماشان وحتى لا مسألة مسألة الورع والزهد في الدنيا ورع ومرتبة مراتب تكمدة أدونك قفك إنه محوها كحلال مرته أو وحي حلاش وكقاته أو وحيابها محوها حلاش عنهن وكفق هذا ورع يا ليرة هذا زهد جنا ومرتبة كسر رئيس وكقيمة بدن ورع كقيمة بدن ويان زهد جنا مركب حالي لا ترك ما لا ينفع في الآخرة وح الله وحي آخرة أنا نفع ولا هين وأدونك أنكو سورة كتجيزة وح الله وحي آخرة أنا بنفع وحكو بيرنين حتى وح حلاش وكونيسه أما الاستعمال يسه وحاضني يوني سينا يا أخرا وحكو تران هنا أخرا كبيريان هنا العبادة وحو قيسته هل كسيدني يوني سويا ورع ورعنا وحويا ترك ما يضر من أمور الدنيا وح على وحي ضر إذا باتك هنا أمورها دنيا كمدو أخرا كادبة أيات كفو قانيسا لكن وحي دب أخرا نكينين ولو ينفع كينين آخرا وحويا قفكو إنو سمي مرك الله وضاس مرتبة أي كريهين ويا تلبعنا بن آدم كعنت سبح كجرته كجرة إن قفكو كفو قاد أود إسرائيلين بليون هدي قف كان عنده كجرت أن أدو حا مطرب قام هذا كي يقول عين أدو حبه هينين ربي جمحوها قعدت كهاي ويديسه استجر الله حرير تلفون ودرسه قف كان ربي بس سبحانه وتعالى يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء مركب بابك استجر باب كاحر من هالنقطة يحلو قرصة ودونته وباب كله لكن باب هذه أضحك حقته أما قلبي قاعد جلس أما استشراف أدو يلا قرتك توتر ورسام الغوير إيجو بابك حاجة سكريك وما دي واحد كجعلانا عفيف زهيد يا نقني سويا ساسونا بيجنا صلى الله عليه وسلم حديث كان شجع وحديث حديث كان حديث صحيح ويا صحيح ويا. الحديث الثاني والثلاثون حديث كلبئي صدنات عن أبي سعيد وحالقوري سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو ابن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. الحديث الثاني والثلاثون حديث كاللبي صدنات عن أبي سعيد وحال قوري أبي سعيد سعيد أبيه سعد ابن مالك ابن سنان ويان الخدري رضي الله عنه السنة وحكم ديها المكثرون من الرواية رجاء إن بذن أحاديث نبي النوس وقوريي أيها كمدي رضي الله تعالى أنه قال وحييري أن رسول الله رسولك صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي وحييري لا ضرر بمجر لا ضرر بمجر ولا ضرر بمحوها بإن لو قستنا مجر لا ضرر بإنو يماذا أما بلصميه وحل أقليه ماها وحفرا ماها وحل أبهي ماها ولا ضرر بإن لو قستنا لما أقلا ضررك إي ضررك رمضا يكون فسران الضرر أن تؤذي أو أن تضر الآخر بدون قصد قف كلا إن الطب جيس تأذر قصد ضرر كنا وحاول قف كإن الطب لقصد أو محوها كوسا ميس فرق سود حي سب تصال أهان محل هذا هاي مقاحد بال هذا هاي أما بالدكان بال هذا هاي أما مسجد أما أي عمل عملك إستاجر مركا وحياة بعد هذيك كل شيء إستاجر أو نفعي كوكين صار أنا لك عكاتي مطار يا هذا الله شذي مطار كله شذي حأجد جن مثلا دت بكة أو حنون سن أيك كود جن كدبنا هذيك دفع ده هذي مطار كواحد دكتي قل كي دت كجيرناي محوها أي كود جنا كي كود جنا يا دك دكتي عندما أبيت
waad sidataa marka masjidkaa ka faa'iida xaafadayaa ka faa'iida wahaakada danahaada ugu faa'iidaysataa dadkii laakiin kugu dhagnaa qof dhiikar qaba qof xanuunsan dad hurdada ay ka biibaysa wamaa ilaa daalika ayaa kugu dhagan marka dhibka isaga marka qolyaha uu gaaray laakiin dhib adi aad u qasaday oo adi doonaysa maahan laakiin dhibku ku dhacay haddii marka dhibkaa la ogaado yajibu isaalatuhu biduni muaakada waxaa waajib noqonaysa marka dhibka isaga in la yareeyo ama la zuuliyo inta la awoodi karo in meesha laga soo qaado oo jidka xaggiisa mariyo kale tusaale ahaan hadda sidii jidkeenna muxuu saaray muxuu ahaa matoorkeenna oo kale tusaale ahaan masjidka dhibka isaga waa dhib aadan ogeyn laakiin qof kale dhib ku haya dhibka isaga marka la ogaada waa la qaadayaa waa la zuulini ama waa la yarayni laakiin dembi ma lahan oo horaan wixii dhacay dembi ma lahan marka dambe haddii la zuulin waayana dee wixii tabar la waayana dee ayadna dembi ma lahan kan kale waxaa weeyaan qofka inuu muxuu ahaa yidhaahdo qolyahan dhib baa naga dhexeeya marka matoorka waa inaan kaabiga u saara halkii waxaad u dhigay marka horeba inuu ku dhigo u ogaa qofka meeshaas u dhigayaa marka wixii bukay ilmihii caruurtii wixii waa ku rafaadayaa ummaddii qayli waa lagu rafaadayaa qofka isaga waa daraar qofka isaga marka waxaa weeyaan dararka isaga waa la zuulinaya yajibu an yuzaal tan labaadna yakuunu aathiman qof dembi ku dhacay inuu noqonayaa marka dararka iyo daraarka labadaas macna ay ku kala duwan yihiin weeyaan حديث حديثك هو حديث حسن حسنة رواه ابن ماجه يا وريي في سننه والدارقطني وغيرهما إيو غير كوت نينك اللي يراه ابن ماجه نينك اللي يراه الدارقطني حاجة أنا نصوص صاري مسندا استقوا النبي قال لو تيري صلى الله عليه وآله وسلم أو حويان سحابي من السحابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صاحب مري تابعي يا وريي كدم التابع وكوري أبي سعيد كدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسند كاس يالي رضا مسند كان معاني بدن بكو ماذا لكن مقصود كيسا هذا واتا ايضا ويان وصحابي ايا النبي نوتي صلى الله عليه واله وسلم ورواه مالك امام مالك اي حكوري في الموطا كتاب كيس موطا مرسلا سقو محوها لسيدي مرسل مرسل كوحال الى حديثك ما سقط منه الصحابي تابعي ايا توصح ودريا النبي صلى الله عليه واله وسلم صحابي مشو كبح كساريا حديثك مرسل الى هذا عن عمرو ابن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا فأسقط أبا سعيد أبا سعيد أدماش كبحيي وله حديث كحولي طرق جدد يقوي ماذي ويقوي بعضها بعضا قار كيد وقار كرح وجلة حديث كان مركو حديث سوغن والنبي كان كسوغن صلى الله عليه وآله وسلم الإمام الألباني في صحيح الجامع الصغير وغيره وحير وحديث صحيح الحديث 33 حديث ك سدح صدنات ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر حديث حسن رواه البيهقي في السنن وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين الحديث 33 حديث سدح صدنات عن ابن عباس وحالق وري عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنهما إسقى أبي سؤال أكرار النقضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله قال وحيري لو يعطى الناس ودتك هدية لسين لها بدعواهم شيغ شضوضة إيوح على وحي شيغتان هدية فرط لغا ساري لها لدعا وحي شيغان لها رجال رق إيه دت أموال قوم دت حوله دي شيغان لها وأنا قال إيه لها إيه دماءهم ليكو دي شيغان لها لكن البينة مرقاتدة يا عدينته وحال جربا على المدعي قفك شجر شو حشجرة مرقتي على وبهين يا عدين بلا جربا واليمين دارنا وحال جربا على من أنكر قفك الديدة أو يرى ذا واحد صحبك مجنان يا لجربا ويان حديث حسن حديث كم حديث حسنة رواه البيهقي أي وريي في السنن إي وغيره بيهقي غير أي وريين هكذا وبعضه في الصحيحين الإمام البيهقي في سننه حكم دي هاي كتبها قيمها بدن ومذهبك الإمام الشافعي آد وخد مي أدل لذا الإمام الشافعي ودل يشده وفقه يسو ودل يشده ومذهب يسو كبني إن بضن أو كميد رجع وخد مي وفضل بضن إن كليه محوها الإمام الشافعي على الشجع أي كميد الإمام البيهقي عليه رحمة الله آد برنتي وخد مي مذهبك أدل الذي من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعدين يسفق يسو تأيدين يسينا وكسر جمعي سنن كيس يكتبك بضن ولي هي ويان نبي صلى الله عليه واله وسلم وحو شيغيا قفك قف والبوحو شيغت هدي هوري لغا سين لهي
wuxuu leeyahay waxaan anaa iskala biyaha anaa iskala hore iska qaado hawsha anaa iskala qaado kitaabka anaa la qaado guriga anaa la qaado haddii la dhihi lahaa dadba waxay iska sheegan lahaayeen dad maalkood iyo dhiigood dadka sheegan lahaa maxay yihiin waa dadka iimaankooda uu naaqiski yahay ama iimaanku aan lahaynba weliba hadda waqtiga lagu sugan yahay haddii nin walba wuxuu sheegto in horey ka qaado la dhihi lahaa waxaan filayaa wax badan baa halaabi lahaa laakiin baabkaas saas kuma soconaysa diinteena saas ma ahan qofkii wax sheegta oo yidhaahda waxaan anaa iskaleh ninkan baan ku haystaa waxaa loogu baahanya caddayn inuu la imaado caddaynta waxaa ugu sarreeya ashahaada inuu markhaati la yimaado qaraa'inna way jirtaa laakiin qaraa'inta keligeed wax lagu xukuma laakiin waxbaa muxuu ahaa waxyaaba la dugsado oo la weheshado hadda tusaale ahaan haddii laba qof ay isqabsadaan isku qabsadaan ninkan baa wax iga qaatay cimaamadan qofkan u wata anaa iskaleh maxaa dayl ku ah kameradan mmanku iga qaadanayay c c t v ayaa saa gacanta nooga hay saa ayaa muxuu saa noo duubaayay c c t vgana waa kan oo aan aragno qofkii muxuu cimaamadda qofkan ka qaadana oon c c t vga lagu arko horey miyaan ugu qaadayna nacam baabka isagoo baab mustajadaadka waa qaraa'inta waxyaabaha wax lagu xoojiyay oo dadka dambe baarka samaynaya iyo waxyaabahaasi ay kaashadaan oo qofka muxuu ahaa waxyaabaha mu'ayidaadka wa laakiin xukun laguma muxuu ahaa lama dhihi karo khalaas tub baa tahay photoshopka wax badan lagu sameeya wax badan baa muxuu ahaa isku dabamariya waad garanaysaan kamerada wax badan bay hadlaysaa waxaa laga yaabaa qof halkaa jooga iyo qof halkaa jooga in laysu geeyo in cimaamadaas qof kale dafay muxuu ahaa qofkii laga dhigo in madax haada iyo qof kale madax laysku rakibo wax badan baa la sameeyaa filimnada waa arkaysaan say wax yihiin qof toori la lacay qof muxuu ahaa bam uu ku qarxa iyo fulaan wax ka jirna ma arka soo ma qaraa'in weeyaan waxyaabaha wax lagu xoojiyay laakiin wax noqon kara xugun ama bayina amaba shaahid waadix noqon kara ma aha marka caddayn qofkii inuu marka uu la yimaado ayaa loo baahan yahay qofka marka caddayn hadduu la yimaada oo qofkan u yidhaahda waxaa weeyaan inkiro ood yidhahda abadan lagama yaaba waxaa wax jira ma ahan isna waxaa loogu baahan yahay si uu daficiyo bayinadii inuu muxuu ahaa isna dhaar la yimaado inuu dhaar la yimaado oo dhaarta waxaa weeyaan ayaa laga rabaa weeyaan ee bahasha iska soco ma aha nin walba muxuu ahaa wuxuu sheegtay in hore laga siiyo ma ahan meesha waa in muxuu wax caddayn ah xuquuqda lagu ilaaliyo oo nin walba xaqiis aan lagu doodsiinin la helo weeyaan alxadiidu araabi wathalaathuun xadiidka afar iyo soddonaad can abi saciidin alkhudri radia allahu tacaala canhu qaal samictu rasuula allahi sala allah slam yaquul man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadih fain lam yastatic fabilisaanih fain lam yastatic fabiqalbihi wadalik adcafu liman rawaahu muslim alxadiidu araabic wathalaathuun xadiidka afar iyo soddonaad can abi saciidin alkhudri waxaa laga wariyey صحابيه هره حد حديثه رسول وريي قال وحي سمعت عن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قال يقول اسغولا من راى قفكي اركا او منكم ادينك اذن كميد المسلمين تي منكرا وح لنعه وح لا انكره حمان ذنبي معصيه وح انن هبونين قفكي ان هساره فليغيره بيده كعنت زكزوليه حمان تايد هتوره هزوليه فإن لم يستطع حدوثا أوذن فبلسانه عرب كيسا كزولي روحا وحارا أو حاد ليدا وحقر حسن ما وحبون ما هي له فإن لم يستطع حدوثا أوذن أو عرب كيوسا شيء كريم أو دبو كبقى مثلا أما أوسا قارسين كريم با أما حواجز وحيا بريبا إجرا فبقلبه قلبك هكا إنكرو وذلك أضعف الإيمان إيمان كماش وليدا oo wuu daciifsana waa intaa iyada weeyaan rawaahu muslim ama muslim ayaa wari xadiidkan waa xadiid cadiimu lqadri jaliiluhu shaciirat alamr macruuf annahyi can lmunkar oo culimada qaar ka mid ah inkastoo marjuux ay hadalkooda uu yahay ay ku tiriyaan ruknun saadisu min arkaan alislaam ay ku tiriyaan ayuu u samaynayaa qawaacid iyo tiirar ayuu u samaynayaa dawaabit buu u samaynayaa xadiidkan nabigeena sal allahu aleyh ali wasalam wuxuu leyay qofka haddii munkar indhaha u saaro saddex shay mid ka mid baa loogu baahan yahay tan koowaad oo nambarka koowaad waajiba waxay noqonaysaa inuu gacanta ku zuuliyay waa hadduu madax yahay ood meesha ayada isaga maamulo aada awood u leeyahay ama gurigiisa iyo asaga sulbadiisa wixii ku sugnaa ay arrintii ka dhacays ka dhacday dukaankaadii ay ka dhacday xaafaddaadii munkaraa ka dhici ilmahaagii aa samaynayaan xaaskaadaa samaynayaan falyuqayiru biyadihi howl kuu taalla wa ama waxaa tahay mas-uul adaa muxuu meeshayda mas-uul ka ah ama xaafad maamul ama gobol maamul ama magaalo maamul ama waxaa weeyaan dalkii maamul adaa maamul meesha ka ah waxaa tahay amiir
فليغير بيده واجب خساره اما اميرك يا قوه كي شي هو شر الله حل صار الوير قال له ديب تسوقد كبد حد يدن اودين وعد يا كوسار مكو الهك عبس ورما هبون او وح ليدن او وح فولخن او وح لا سمين كن او وح لو نار مدني او وح جنتي لو وايني وهكذا ان اد وعد اي مخو عرب كاغي اد كشيكتو كدبنا ساس مخوها اد كزوله وقدر كلا تن سدحات وحاويان فإن لم يستطع فبقلبه وهذا ودي ويد عرب كدي اد كدواقد وخا لاغيابا ان سيفته لو سارب وخا كو خير بان هرتي اد مخو عرب كهدش او وح كستو كسو غارو ادنو ابييرين محايلي جهاد كماش وص الرئيسة أو هو ناقب بدن وكلمة حق عند سلطان جائر كلمة حق هو ربه أو إلهي لو دوانا سبحانه وتعالى وحق لو عدينا باطل كان لو هو اسمرنا إن عد كأرق كأود بدن كما قوني نيسا كدي ليسا أتكهر شيكته أو دو أبي يلي سيد العلماء دي أيها الجنان هرا هي قال حتى نولبا لو يقاني أرنت أيضا وأرن له بهين لكن نفت من آدم كإلهي وكسين سبحانه وتعالى النبي قال والله بري عليه الصلاه والسلام حياه بدن با محوها مستحب هو وناكسن وقفك انه محوها قد بي لو بهن لكن مرك قررت يا ضعيفي الا من اكرهها وقلب مطمئن بالايمان وكلا ايمان اذا هذا مرك قرر انه جيدين با محوها قورت ما لو غلي وقتك سو كلمه مرك قلبك قاعد انك نعد واجب و كايسغنا واضعف الايمان ملك هو سيسه ملك لي دن ملك قادر لما اركب مش هو سيسه انت هدي لغا واي مرك حمانت يد جوده اد اسك قصش ودنك غلي أود عادي يكون نقطة وقلب قال ولا قبضة إيمان كذا مرك ماشى زوكا بحي إيمان لامبا ماشى عادي مرك أرنت أيها الإخوان مرك أرنت مهمة ومدنا إن بدن وإلى الناس صفينا ذا إذا دونت أيكو بتبادل هيد وإلى الناس ويا منكر كمرك مرك الله إنكره وإن سد حقيب الله غفيري تنكو بعد ويرتو شيء كان على إنكره يصير منكر نما ودي ذي يصير إن منكر يهي وإن الحقيقة أضه بيصير وحرم منكر هنا لقيا بين المنكر وارك وترى روحه وحرام أنه بين مد اللبات وإن الشيء ظاهر هم مغضية أما على وشك الوقوع شيء مغضي وإنه يهد تنكر وإنه واقعا على وشك الوقوع شيء دعي أما هدى بدعي هاي هو النقضة قف بها هل كان كعبادة والوالد لا أي هل يقى قبتاي ورغب النفط أقبل عدي والد لي رباي أما قبر بها وحيلا ذاي أنهم بقى يفرح من رباي وهكذا دربقة دربقة محوها نقدم بيوك لك قيل نستالها وعلى وشك الوقوع طلبان تسدحان تاوير تنكلا ألا يترتب على ذلك مفسدة أعظم من هذا المنكر منكرك سقع وذلك إن الزوليس أدربته وإن كرت من منكر كوين أفرتاس بوس إن لو فيري ولا جم مرمان منكر كمرك لزولين أمرك أفر حالة بدء من غنية تنكوا بعد إن منكر كاس أزولة وناك بوس كيس أقله وحواجب إن لا إنكره وكو طلبات ان منكرك وخفيفه وانت منكرك دوها بقولك بقول دوها بقولك بكنتن بقولك بالاحد نقول نقضى اود تبر يريه وحاوي ولا بهي اينا ولا محوها ولا انكر يا منكرك تنسدحات ان يزول المنكر ويخلفه منكر اعظم منه منكرك يزولي منكر اسي كويري مشي واي ماضي تعيد وحرام ان لا انكره تنقدم بيس أن يزول المنكر ويأتي منكر مثله منكر كيوازو له رأي لكن مد إساق الله درجة والله مد أميش سوف ريست تأييد مركب حيران علماء محل اجتهاده قفك عالمك أما قفك منكرك أي مرك اجتهادك سمينا ما إنكر تابس كده إساق مرك على طبعا إنه اسم بيزامه مرك حديثك حديثك محاصل له هاي أرين تأييدا الإمام النووي عليه رحمة الله وحكو شرح حديث كان صفحات كثيرة جدا مرك قفك الروائين وكذا رجوع مكة بكته هاو النقطة المنهاج في شرح صحيح الإمام مسلم للإمام النووي عليه رحمة الله حديث كشنات الحديث الخامس والثلاثون حديث كشن صدنات عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم الحديث 35 حديث شنئي الصدنات عن أبي هريرة وحال قوريي رضي الله تعالى عنه قال وفي أبي هريرة
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحي لا تحاسدوا ورحيس حسدناي لا تحاسدوا هايس حسدنا ما لا اسكو حسدنا جهه اسكو حسدنا منصب اسكو حسدنا قبيله اسكو حسدنا اقونها اسكو حسدنا وهكذا عرور اسكو حسدنا قروح اسكو حسدنا كل ذلك ابدا هايس حسدنا هدي المسلمين تيوا لا تحاسدوا ولا تناجسوا هايس فلسنا فلس كاس وحاول ينقف قوح قدن ربه قف كلا إمانا وحولي هاي أنا بغلان كدري لكن بغل كاس بكدر أمر ربين وحقت إنه قف كان كقاري ينبر ربه تناجسوا كاس ويان ولا تباغضوا ورئيس عرورنا الله بقف محوها يسو توريسة وقفور كيسو توريسة ومحوها السلامين أو بالأي أي مريسة تكر مري أو تكر مري أو سند أي مري حسو حلو بها يمان ليس هذا خلق من أخلاق المسلمين نبي كان وديدا عليه الصلاة والسلام ولا تدابروا والربر كيس جودين دابر جودين تا حسي لو نغن كرتا معنا ولا نغن كرتا حسي ما حيت هاي ان انت نسو حنقنا كدبنا ان اد بنك ادم بنك ادم خلاص نغرتك يا ريد نقتو ولا كلا تغو دبر كيس جودي وحسي معنوي كان وحنا قنيا ان رايك لو كلا تغو ارين يربا نسكو قبناي خلاص وريغتك وحاس سا او شيكت مسامها وهكذا كدبنا ان لبا جيت سا او كلا مر ايدنا نبي رضي الله عليه الصلاه والسلام ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم قاركين يوسن ابنين على بيع بعض قارك كلا بيع ويبي يوسن ابن او يا هيس دو اسكو دول فلسنا تيم بايسكو مع دويهن لكن تن محيتاي قف با محوها وح ايبي قف بو كي ايبي بقول شنو لكسي كدبنا مركو علابتي قف كي قادر ربا اوتي متو حاتر لغيسو نكا ما بقولو كاسي انا كاسي ناس غاشو شلن مركا علابتي سوعيني اني علابتي دي محوها ايقا قادر اما علابتي بقول كاسي علاب كقيمة بدن او كم ميزان بدن او كو هناك بدن يعني بقول كوسينا يا تايده وحرام ولا يبيع بعضكم على بيع بعض دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ورو مد نحن ذكبح اله هيك الارزاقه قف كم حوها برك يمينا و خو باهين انو راشين قت كراشين خو باهين انو مخوها غري هيلو او غري كريس وهكذا وما الى ذلك ومد اله بس كل زاقي شلنكي هلكان كسو بخاي ساس وسو وريغا سو كسنقنيا ساس مركا مالك دوله بين الاغنياء منكم ان دتك اغنياء بس انو صاف كل نقطه لما ربا وا انو بهلك سا وريغ مركا تانا ايدنا لما اوغلا وكونوا حضرها عباد الله دومها إلهي وإخوانا ولا رأى هذا المسلم قفك مسلم كأخو المسلم قفك مسلم كولالك ويان سيدربت ونعس لا يظلمه كما قرد الرضا أو ما ظلمية كما قرد الرضا ولا يخذله قرب كيس كما بحا خذلانك يقرب كبحا ما يلبض بسوق الله وحكم ده قفك إن الحق شيقا قفك منكر ريبا أو معروف فرا إن قرب استاكبر ورنتي سمحوها منكر كمحوها كهر ورنتي سمحوها هلقات ناتره وقرب استاك هديئت كأمس أما أترى وروح شجع ما لا أترى وأقرب كبح كذلك قف بحولين سلقا داعي ورحول هيجي ويان كان كلا ويان وأوتمد وروح رمتي سحولين سواسين أترى وحقك وليه لكن أترى وروح ويان شجع ما لا أمر كأمست وخذلان قف بمحوها ظلم اللي وهاي استا إن أمرك أترى أفكون كقبسة وخذلان وما إلى ذلك لا يخذله ما هو جيو نعم ولا يكذبه بين أمشيك بين أمشيك ويان نعم وما اما بها او شيغا فعل اما بقولها او شيغا بنت ولا يحقره ما حقره وما يصف التقوى عبسدنا ها هنا هلكا سيكو سغنت ويان عبسد اله لغا بق عرب ما صارنا امامت اي كوفيت ما صارنا مدب اي مخوا اي نوع ما صارنا عبسد الله هلكا ويان ها هنا ويشير النبي وحي اشاره يا وتلمامي وتلمامي الى صدري عرب مخوا حبت كيس ايو تلمامي ثلاث مرات التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا بحسب امرئ قف حوفلا من الشر شر حوفلا ان يحقر انه حقره انه ليده اخاه المسلم قف ولكن سواء مسلم انه ليده اما قبيل كل ليده اما محو هند دري كل ليده اما قبل كل ليده اما لقد كل ليده اما مذب كل ليده وما الى ذلك انت ساقوف لما هذه هلاك النار اي عذاب اي دلي اي قبر عريل غيري وحقوف لن قف مسلما نوعك سبا هذه النار حقرت قف بالله يا بينه صابون وكو قبي سيلكر ضر في عنو حرت وسيلكر وصف كل سو قال كد من اثر ورين كان قبها ما حكو سو قرب جوجي هذيك حضر اي ما شاء الله وحد اسكو ادين حقيرتهم مركا تاسا شرك كو فيلم بل ودم انت تاسا كو فيلم كل المسلم مسلم الاركع على المسلم قف كل مسلم كحرام وحا حرام كا دمه ديكيس انو داديو حرام كتا اما عرب كو داديو اما با ادينا كو داديو وماله مال كيس إنه محوها بنيستنا وكحران إيه عرض شرفتي سئ نسب كيس إنه بنيستنا وكحران ويرواه مسلم إمام مسلم يا وري الحديث الأخير حديث كأول تنبيه اللي هي صدنات
الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نبي نحير من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم بهذا اللفظ الحديث 36 حديث شنئيو حديث لحي صدنات الحديث 36 حديث لحي صدنات عن نبي هريرة وحالق وريي عبد الرحمن الصخري الدوسي رضي الله تعالى عنه عن النبي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي حجري من نفس قفك كفيده عن مؤمن قف مؤمنة كربة عليس هي كربة ومن كرب الدنيا عليس يالك إذا كمدة هي كربوين كذا كمدة نفس الله عنه إلهي باكفيده حقيسة كربة عليس هي مرغة هي كربة أو من كرب يوم القيامة ما ننت قيامة مرغوين كذا هي عليس يالك إذا كربة كمدة يربي كفيده سبحانه وتعالى ومن يسر قفك أفضيه على معسر قف دين إلا قضي قف عليس أسارنيه يسر الله عليه إلهي بأيسر أفضيه أموره في الدنيا الدنيا والآخرة أقرب إلهي بأيسره ومن ستر مسلما قف مسلم قفك أسطرة أقري أعب أسطرة في الدنيا محوها ستره الله إلهي بمحوها أسطرة في الدنيا عبه أسطرة في الدنيا الدنيا والآخرة أخرى والله إلهي ويننا سبحانه وتعالى في عون العبد أدونك كالمديس أي كسو غنيهي ما كان العبد أدونك إنتو يهي في عون أخيه ولا تسمد كلمة إنتو يهي ومن سلك قفك مرة طريقا جد يلتمس فيه علما علمي شريعة وكل سنة قفك مرة سهل الله له سهل الله إلهي أسهل أسهله أو يسر له قفك إساقع به سلوكاس إيه مريتانكاس طريقا جد إلى الجنة جنة أمر إلهي بأو يسر سبحانه وتعالى وما اجتمعكم كل من قوم ضدكم كل من في بيت قري ومن بيوت الله قريها الله كمدة ومساجد إيميلها لمدك آه يتلون أيها أخرنا ين كتاب الله كتابك ألا أو يتدارسونه يسمرين أيان أو يسمرين أيان فيما بينهم انت لحد وضعهاتي أيها يسمرين أيان إلا هدي أي دعظمية نزلت وحكسو دكتا عليهم دشوض السكينة تحسلوني أيها كسو دكتا وغشية محادة دبوشة الرحمة نحريس أيها دبوشة وحفتهم الملائكة ملائكة ألانا واحار ريسا وإن أيها أي كمرتا وذكرهم الله إلهين وحو كحسا في من عنده كو أكتس جوغ أيها كحسا سبحانه وتعالى ومن أبطأ به قفك ولد بدعه أود الله وابت أود لدما به إساق عمله عمل كيس قفك الله اسمه أود لدقه لم يسرع به نسبه نسب كيسا وحبا أمتره أو أنتو دد جيمال في عنبوس في عنمقارسية تاسو نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم حديث كان وحديث جوامع الكلمة الكلمة كان نبي صلى الله عليه وآله وسلم وحو عدينا يا الدون كان كربتي سوى بضنت كرب المرض كرب الخوف كرب الجوع كرب الضياع كربين بضن بقى قفك بنادن سوجه قف كربي سمرك هدي أدمر بأنت هذا لك هذا السبب أنه قلتنا يا كربان كيف يدنز إلهي سبحانه وتعالى كربين كبضن أو آخرة أو قبل وهو رأي رب سبحانه وتعالى فيده مرك أديك وإن المهمة كريته إن كربوين كأد فيده أو كربه حلاقة إن كوبي كفيد كربه قف أو من بعد محوها كوبية أو كرب فيدته قف إيجار لو بدك جنها محوها دور بقول دور كل آيات كف كب حسي وكربه قف إستال لو بدك جنها كذا كرب فيدتان قف إن الهرقبت أو ملة تصوبها أو ورئسن أو كرب فيدتان بقول صورة ضيق كم الناس صورة إلى كرب كرب فيدتان قف علم مباهن أو كربيسن أما مسألة كنت أقلت يدمحوها وهكذا كرب فيدتانك باب سأل إخواني ما هو باب آد آخر مرك محوها كربوينك بضن وعليسك بضن أو لا كربة بعده كربك وين كربوينك آخر لم أرك مرك يا ربك فيدا سبحانه وتعالى تنك لقفك عليس يسوجه أما دينها النقطة أما ديباتوينك لها النقطة عليسك أساق قفك دي أتكفو ذيس خاصة محيوبا أنت ذاتك مديونين قف بالدين باكو تاقن مرب نبينا صلى الله عليه وسلم ديونتي إلهي بكم أنجلني سبحانه وتعالى
marka culayskeeda ma yara qofkii aad marka aad ka fudaysay ilaahay ba adoonkii iyo aakhiraadaba fudaynaa labada tan saddexaad ilaahay subhanahu wa ta'ala marba hadii aad u taaganta inaad doomaha ilaahay caawiso ilaahayna adigana dana hada inuu ka shaqeeyo oo wax walba ku taysiiyo ayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala u taagnaanaya ilaahay wuxuu kaalmaynaa subhanahu wa ta'ala baab marka anaga hadda noqosay qofka hadii aad soo talaabo qaado oo jid cilmi doonid cilmi raadin u maro cilmiga asagana waa cilmi shariica وعلم الكتاب والسنة ومن وما يساعدهما يوح محوها عاوية أو محوها لقدي يوح لمتك آلذي علم الآله قف جدك تدومر أو علم الشريعة إذ إلهي درتي وأمر إلهي وحرؤية سراج جدك وجندك وقار لها وفضل وين طلبة علمك هذا إلهي سبحانه وتعالى كو خاص يلي سينا نبي صلى الله عليه وسلم بشرى كلا أيها الكا بشارين وحول أي هدي قل أي بيتك ألا أي كو كل من iyagoo kitaabka alle isu meerinayaan isbarayaan oo akhrinayaan ilaa hadii arinta hadii ay dhacdo oo hawsha ayada la helo dhowr shay ba meeshii maanaysa horta xasilooni min allah azza wa jalla ayaa meeshii waxa weyn ku soo dagaysa waxa dabooshay naxariista allah subhanahu wa ta'ala oo naxariis allah meeshii kala kacayaan kadalika malaa'ikta allana waa muxuu isaasa isku wareejinaysa tatiifu bihim almalaa'ika wa runti wa fadli aad u weyn inta waxa ka sii weyn allana subhanahu wa ta'ala malaa'ikti في الملأ الأعلى أي أوليها وكا أدومه يقرك إلهي باكو شك سبحانه وتعالى إلهي بهلكس ثناء قوضة إي أمان توضة إي خير قوضة إي ونقع أفريان أي رب سبحانه وتعالى كاكو شك ساس النبي صلى الله عليه وسلم حقوق ختم النبي عليه السلام العبرة ليست بالنسب والعبرة ليست بالشرف العبرة ليست بالقبيلة عبرة إي قفك معناه كي يلا ما هن تلفلان إي تلوين إي كان كده شيء ساسا تاس أيضا إلهي تسقيمة كما لهم أبداً أبو جهل أبو لهب ما قرنا يسأل نصب ماشي كجوا أبو لهب أفضل نسب أي كجوا مع ذلك حمالة الحطب وتبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيد حبل من مسد إلى قيام الساعة صلاة المتكرية نصب ميال بركة قفك إنو سنقال سينين لكن وحم عبرض له وإن محوها إلا حسابنا ومحوها شرعي أكتيسة قيمه كلا أما بالله محوها معتبر كأه إنو يهي العمل الصالح عمل كسوبا تاس أمام مركة ميلكو قارسيني كاس أمام محوها قيمكم مدنيسة كاسي أمانكم مدنيسة ويال واتقرنيسة ابن, أبي ابن أبزة نين لا يرهدو أيا جري جري سيد عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه حاجكو سعودي ساقو مركة محوها حاجكو سعودة أيا والقيسي iyo ninkii muxuu ahaa oo meesha la yiraahdo maka ugu soo tagay oo mas'uul kugu ahaa ama gobolatooraha ugu ahaa ayaa jidka ku arkay markaas Cumar oo socda oo jidka ahay markaas uu yiri yaad ugu soo tagtay muxuu ahaa meeshii maka ahayd markaas uu yiri ibn abza ibn abi abza markaas uu yiri muxuu kaas muxuu yiri waa nin adoon ahaan jiray oo la xurayay oo qabaishan la yaqaan dadkan umadan aanan ahayn markaas wuxuu yiri ma nin mawaliya oo dadka la xuray kamid aad ugu soo tagtay ma uu weydii uu hubsanay inuu qariibsanay ma aha uu hubsanay markaas uu yiri hadii aad muxuu aninka sanacabkaas ugu soo tagay laakiin wuxuu yiri waa ninka kitaabka lagu aqoonta badan diintana muxuu ugu fiican nin sahlan ma aha markaas Umar wuxuu yiri qowlatahu al-mashhura radiyallahu ta'ala anhu inna allaha la yarfa'u bihadha al-kitabi aqwamun wa yad'u bihi akharin kitabkan ilaahi dadbu muxuu ugu ku sara qaada oo macna weyn ugu yeela ربنا إلهه وكد الله سبحانه وتعالى قف كي مرك القرآن كان برتو دين تأ الله برتا حمبارة سكس وقبل كيس لولي إذا أما فلان ويا أما فلان سكوا ما مضوا سري هدية سكس تقبل كهذا محوها على كيس وتعين يهلا يقان وقول فلان يساء ويا هاي هذا جاهل ده كتاب كالله محوها هذا حمبارين أما بقى أتقانه لكن عمل إي علمي إي نشري إي باب كهذا الجرين معنا وين ديال الناس مجرت ويا هذا والله أعلم صلى الله وسلم على رسول على عبده ورسوله مصطفى